السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا الكور نتاع لا ميكانيك اناليتيك. ميكانيك اناليتيك. طبعا هذا الكور هو نتاع SMP S5، يعني اصحاب فيزيك تروازيام اني. دونك باش نشرحوا هاد الكور ان شاء الله، لي شابيتر نتاعو لو بلون ديالو هو انه عندنا غادي نتبازا على الكور نتاع البروف نتاعنا اللي قريت عنده انا يعني في لا فاكولتي تاع الناظور. يعني عندنا شابيتر واحد هي شون de vitesse et puissance virtuelle. هذه شابتر واحد. شابتر جوج هي فورماليزم de Lagrange et Hamilton، يعني فورماليزم هاملتونيان ولاغرانجيان. هاملتون شابتر ثلاثة هي فيبراسيون. طبعا هادو هما لي شابتر اللي دارنا حنا الاستاذ البروف نتاعنا، مي غادي نضيف شي حوايج بحال فهاد الشابتر هادي. غادي نزيد نشرح شي حوايج اللي نيسيسير بحال هاد الشابتر، نزيد شي حوايج بحال هادي جو بونس با على حقاش ما هادي ما كان بحث فيها شابيتر بزاف، ولكن جو بونس نزيد شي حاجه ضروري. دونك هذا هو لو بلان تاعنا. الور باش نكومونسيو هاد لو كو خصنا نديرو واحد بتيت رابيل، ماشي بتيت رابيل ولكن واحد نقول واحد الغابيل لي يعني فوندامونتال اي نيسيسير. دونك اول حاجه خصنا نديروها خصنا نذكرو ميكانيك دو بوان. ميكانيك دو بوان شنو هما الحوايج الاساسيين اللي قريناهم في لا ميكانيك دو بوان؟ كاينه حاجه وحده اللي اساسيه تقرا في ميكانيك دو بوان هو لي ريفيرونسييل غاليليان. الوغ قبل ما نمشي لريفيرونسييل غاليليان باين نعرف شي حوايج مهمين في لا فيزيك كنشوفوهم ولكن ما كنعرفوهمش شنو هما. Mais qui goûte les particules. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire particule? Un ami qui goûte mécanique du point. Il y a une note. Point à la hyène, c'est particule. Faut que je goûte les. Ouah, le haja, la point ou la particule. Faut que. Mais il y a un dire. Le board. نتاعد لا بارتيكل صغير بزاف على البعد نتاع المسار نتاعها. نعطيك مثال، عندي واحد الكره كدور فواحد الدائره. هاد الكرة الشعاع نتاعها R وهاد الدائرة الشعاع نتاعها R. إلا كانت R صغيرة بزاف من R نقول على هاد لابارتيكيل نقول على هاد الكرة بلي راها بارتيكيل. يعني الديمونسيون البعد نتاعها اللي هنايا هو كيتعطى بنصف القطر خصو يكون كبير صغير بزاف على الديمونسيون نتاع التراجيكتوار اللي كدير نتاع الماسة نتاعها. هذا هو مفهوم بارتيكيل. الزوجة حاجة الزوجة هي لو سيستيم فيزيك. سيستيم فيزيك شنو هو لو سيستيم فيزيك؟ سيستيم فيزيك يقدر يكون عندنا بارتيكيل ان بارتيكيل، يقدر يكون عندنا دو بارتيكيل، يقدر يكون عندنا تروا، يعني بليزيو بارتيكيل. هذا هو سيستيم فيزيك. ليتا دو سيستيم كنجبدوها بلو بوزيسيون لا فيتاس لاكسيلاراسيون. يعني هذه هي الجمله نتاع المقادير الفيزيائيه اللي نقدر نحصلوا عليها بواحد النظام. نعرفوا الطاقه نتاع الحركيه، ولكن اهم عنصر خصنا نعرفوا هو البوزيسيون. نعرف البوزيسيون تاع السيستم، نقدر نعرف لا فيتيز، نعرف لاكسيلاراسيون، نعرف لا فورس، نعرف لينيرجي سينيتيك، نعرف لينيرجي بوتونسيال. يعني جبت كاع لي زانفورماسيون على السيستم، سوف فقط يجب ان يكون عندي لا بوزيسيون. دونك هذا هو ما يعرف بارتيكيل سيستم فيزيك او ليتا دو سيستم.
الوغ هنايا واحد الحاجة مهمة، من كنهضر على السيستام بارتيكيل، هادشي فين خصو يكون؟ خصو يكون مدروس في واحد الروبير. افون دو قبل ما نمشي للريفيرونسيال خصني نزيد واحد الحاجة، ومين كنقول واحد البارتيكيل ليبر، كيس كو سافو دير بارتيكيل ليبر؟ هنا بارتيكيل ليبر عندها واش المعنى اللي عندها؟ ان هاد لا بارتيكيل مي كتمشى ما كاينش شي بارتيكيل اخرى اللي كتاثر عليها، يعني ليبر حره، ما كاينش يعني كتمشى في ليسباس سون اوكان انفلونس دي زوتر بارتيكيل، يعني ما كاينش شي بارتيكيل اخرى اللي ديرونجيها ولا تغير لها المسار نتاعها. و بارتيكيل ليبر توجور كتمشى في واحد خط مستقيم وبواحد لا فيتاز اللي كتكون كونستونت. هذا هو تعريف بارتيكيل. دونك بارتيكيل ليبر يعني من تمشى في خط مستقيم راح تبقى في خط مستقيم، ما كاينش شي حاجه اللي كديرونجيها. هذا هو مفهوم بارتيكيل، يعني ما كاينش عندها انتراكسيون، يعني تبادل تاثير مع جسيم اخر، هذا هو الانتراكسيون. الوغ دوزيام شوز اللي خصنا نعرفوه مهم هو لي ريفيرونسييل فونسيال انيرسييل، انا نعرف انا نكتبوها ولا ريفيرونس غاليليان. غاليليان هادو هما. شنو كيعني ريفيرونس غاليليان ولا ريفيرونس انيرسييل؟ هاد المراجع هادو شنو كيقولوا لي؟ كيقولوا لي لا عندي مرجع هنا واحد نسميه اس، وعندي مرجع اخر نسميه اس بريم، راه القانون الفيزيائي ولا القانون تاع الطبيعه اللي غادي نقيسو هنايا في هاد المرجع هذا ولا في هاد المرجع هذا خصو يبقى نفسه. هذا هو معنى كلمه مرجع قصوري. يعني لو كتبت هنا القانون تاع نيوتن اف تساوي ام ا، هنا نجي نلقاو الثاني اف تساوي ام ا بريم، نسمي هذه اف بريم، هذه اف، ولكن لا فورم يعني الشكل نتاع المعادله يبقى هو هو. هذا هو مرجع قصوري، وهذا هو مبدا النسبيه، النسبيه الجاليليه او النسبيه الخاصه نتاع اينشتاين، كلاهما يعتمدان على هذا المبدا. دونك فوقاش نقول بلي واحد الريفيرونس راه ريفيرونس انيرسي ولا دو غاليني؟ وشنو الشرط اللي خصو يتحقق باش يحافظ على هاد الاشكال تاع المعادله والقانون تاع الطبيعه، يعني قانون فيزيائي يبقى صامت انفاريو، يعني يبقى كوفاريون ماشي انفاريو. كيفاش نلقى هاد الروبير هذا؟ هاد الروبير هذا باش نلقاه خصني في الروبير ليه هاد الروبير هذا ولا هاد الريفيرون ليه لواحد لابارتيكيل ليبر. يعني بلي بريسيزمو مين يقول لي واحد وشنو هو واحد الروبير غاليليان ولا انيرسيان، نقول واحد الروبير هو اللي اهلي لواحد لابارتيكيل لها ليبر. دونك هذا هو مفهوم المرجع القصوري. يعني كيفاش يعني لي لواحد لابارتيكيل ليبر؟ يعني كيتمشى بواحد لا فيتاز كي دايره كونستانت. دونك كيتمشى فيتاز كونستانت شنو المعنى اللي عندها؟ عندها جوج معنات، يا يساوي زيرو يا يساوي واحد ثابت ا. ما كيعنيش بلي ما راهش واقف، زيرو راه حتى هو كونستانت. دونك هذا هو التعريف نتاع روبير غاليليان. الوغ هاد روبير غاليليان ديما الا كان يساوي زيرو راه غادي يبقى يساوي زيرو، ما غادي يتغير فيه والو، الا كان يتمشى بواحد لا فيتاس كونستانت. دونك عندي دو روبير، فوقاش نقول بلي واحد راه غاليليان والاخر غاليليان؟ الا كان الاول كيتمشى بالنسبه للاخر فيتاس تساوي كونستانت، كنقول عاود تاني حتى بلي هاد اس بريم راه من كيكون عندي هاد الروبير هذا يتمشى بفيتاس كونستانت بالنسبه لهاد الروبير هذا، كنقول اوسي بلي راه هذا راه غوبير غاليليان. صافي هنايا سالينا مع غوبير غاليليان. هادو مفاهيم اساسيه ضروريه ضروري، يعني ماشي كنقراوهمش حنايا هكذا ودرت بحث باش نجيبهم لكم هكذا مثل ميكانيك تدخل لك العقل نتاعك تفهمها مزيان، ما جاتش الميكانيك وبقى داك. واخا هنايا سالينا بالغوبير غاليليان ريفيرونسيال غاليليان. طبعا في لي غوبير غاليليه ولي ريفيرونس غاليليه لي فورس دينيرسي كيمشيو لزيرو، ما كيبقاوش عندنا، غادي نشوفوهم لي فورس دو كوريوليس دو انترينمون كيساوي زيرو. طبعا هادشي تذكر تاع ميكانيك دو بوا بواحد لا ميثود اخرى. الو
ديفيني واحد الحاجة أخرى عاود تاني لي فورس كونسيرفاتيف. وشنو هي ان فورس كونسيرفاتيف؟ باش نعرف واحد لا فورس كونسيرفاتيف كنقول بلي ان فورس كونسيرفاتيف هي ان فورس دون لو ترافاي نو ديبون با دو تراجي. يعني كيفاش عندي واحد لا بارتيكيل هنا بغات تجي لهنا، غادي تمشى هكا ولا غادي تمشى هكا، نسمي هذا ا نسمي هذا بي. باش تكون هذه فورس كونسيرفاتيف خصني من نحسب لو ترافاي من ا حتى ل بي نتا اف في لو تراجي نسميه دي اكس واحد، ولا نحسب لو ترافاي من ا حتى ل بي نتا اف لو تراجي نسميه دي اكس جوج، خصها ما تعتمدش على لو تراجي. يعني هاد لا فورس باش تكون كونسيرفاتيف ما يهمهاش واش مشات، واش لا بارتيكل مشات من هنا لهنا باش توصل من هنا ولا. يعني كنقولوا باللي راها ديفيرونسيال اكزاكت الى عاقلين في الترموديناميك. يعني في هذه الحاله هذه نقدر نكتب لو ترافاي على شكل دي هنايا. اما في لو كامل يكون عندي واحد لا فورس اللي من نحسب لها لو ترافاي نتاعها كتعتمد اش من تراجي في ناني غادي، واش تراجي هذا ولا هذا، هنا ما كيبقاش ديفيرونسيال اكزاكت، كيولي لو ترافاي هكذا كي ديبون دو شوم ا سويفي. Donc, il y a force conservative. Ou force conservative, toujours s'écrivent de cette manière-là. Donc, on peut écrire le chèque F égale moins grade de EP. On a EP, il y a l'énergie potentielle. Au final, si on peut écrire le travail égale moins D de EP. Maintenant, j'ai écrit. هذا هي ما يسمى فورس كونسيرفاتيف. توجور نلقى لها واحد لا فونكسيون غراديون ديالها. نقدر نكتب هذه عاوتاني هكذا في كان موان غراد اون جينيرال تاع واحد لا فونكسيون. نلقى شي فورس تكتب على هذا الشكل هذا غراديون تاع واحد لا فونكسيون، نقول بلي هاد لا فورس راه كي دايره كونسيرفاتيف. هذا هو معنى ان لا فورس كونسيرفاتيف، يعني توجور نقدر نكتبها على شكل غراديون، يعني محافظة هاد لافورس. تخوازيام شوز اللي غادي نشوفو هو ان السيستام يكون كونسيرفاتيف. وشنو هو يعني ان السيستام يكون كونسيرفاتيف؟ السيستام يكون كونسيرفاتيف كيعني ان الانيرجي ميكانيك توتال نتاعو كتساوي كونستونت. هذا هو معنى نتاعو كونسيرفاتيف. يعني من جي ندير في او ام بالنسبة لدي دو تي نلقاها تساوي زيرو. هذا هو معنى نتاع السيستام كونسيرفاتيف. دونك باش نجبدو سيستم كونسيرفاتيف، يعني هاد الكتابة هادي نقدر نزيد نشرحها أكثر، أنه لينيرجي سينيتيك نتاعها إنيسيال زائد لينيرجي بوتونسيال نتاعها إنيسيال تساوي لينيرجي سينيتيك نتاعها فينال زائد لينيرجي بوتونسيال نتاعها فينال. يعني لا بارتيكل كانت هنا في لو بوان أ مشات لو بوان بي، لينيرجي اللي كانت عندها هنا او سي و لينيرجي اللي كانت هنا عند او بي بقاو هما نفسهم في ليطا فينال من تمشات. هذا واحد سيستم محافظ. باش يكون عندنا سيستم محافظ خصنا ضروري ما يكونش عندنا لي فورس نون كونسيرفاتيف. مين يكون عندنا لي فورس نون كونسيرفاتيف سيستم ما كيبقاش محافظ. دونك بحالاش هاد لي فورس نون كونسيرفاتيف؟ بحال الفروتمون. يعني انت انتقلتي من لهنا و الا كان عندك الاحتكاك غادي تفقد واحد لينيرجي اللي هي على شكل حراره في هاد الحاله. دونك كي يكون هاد الحالة لو سيستام ني با كونسيرفاتيف. هنايا نكونو درنا الحوايج الأساسيين والمهمين في ما يسمى لي فورس كونسيرفاتيف لي فورس نون كونسيرفاتيف. دونك واشنو نديرو عاود؟ غادي نمشيو لما يسمى لا فيتيز و لا بوزيسيون و لاكسيليراسيون. واخا نعرفو لي روبير. اول حاجه نعرفوها هو لو روبير ريلاتيف لو روبير ابسولي و لوتيد نتاع لو بوين ام و لا فيتيز نتاعها. دونك نسمو واحد لو روبير ار عندو او واحد اكس ايغريك زد، نسميه روبير ريلاتيف
نسمح لأرو بير R عنده O X Y Z اي جي كا سمحوا لي هنا اي اي واحد جي واحد اي جي ك روبير هذا كي يتم ابسولي. دونك واحد لو بوان ام باش ندرس الحركه نتاعها راها او موفمون. باش ندرس الحركه نتاعها خصني نحسب لا فيتاز نتاعها. دونك la vitesse نتاع لو بوان ام بالنسبه لو بير ار كيساوي دي دو او ام على دي دو تي في ار. اللي كنسميوه عاود ما يسمى بلا فيتاز ابسولي نتاع ام. دونك نعطيكم واحد ليماج هنا باش تعرفوا شنو كاين. عندي واحد روبير نسميه R عندي لو بوا ام. هاد لو بوا ام راه اون موفمون عنده لا فيتيس. دونك هذا او هادي هي او ام. الا جيت قلت بلي هذا هو الا قلت بلي هذا هو ار بريم دونك او ام هي او او فتحات تاع ما يهمناش هادشي صافي. دونك الور هذا لا فيتيس نتاع لو بوا ام فين في روبير ار. الا جيت بغيت لا فيتيس نتاع لو بوا ام في هذا الروبير هذا اللي نسميها R1 وشنو هو؟ هو دي هنا ما يبقاش او. شو خصني يكون؟ خصني يكون عندي الاوريجين تاع لوبير R1 يعني دو دو او واحد ام بارابور دي دو تي على R1. هذا يسمعو تاني لا فيتاز غولاتيف تاع لو بوان ام. اوغ هنا لو بوان ام كي تقدر تكتب هذا غير غابيل نتاع ميكانيك دو بوان يعني ما ديش راني كنزرب شويه راني عارف ولكن غير خصنا ما ديش يهمنا بزاف القدام ولكن ماشي ما يهمناش هو كلش ولكن يعني خصكم ضروري ندير واحد التذكير. هذا هو نقدر نكتب ان لو بوان من هنايا هادي او هادي او واحد هادي ام يعني او ام هي او او واحد على قد شعر. دونك هذا يعني الا جيت منا نحسب لا فيتاز نتاع او ام بالنسبه لدي دو تي على ار يساوي دي دو او او واحد على دي دو تي ار. شوف هنا راني ندير بالنسبه لغوبير ار يعني حتى هنا بالنسبه لغوبير ار زائد او واحد ام حتى هي بالنسبه لغوبير ار كلشي الار. هذا عادي راه هو الفيتاس نتاع او واحد بالنسبه لار زائد هذا او واحد ماشي هو الاوريجين تاع ار. هنايا او هي الاوريجين تاع هنا او واحد ماشي الاوريجين تاع ار. دونك هذا واشنو هذا خصني ندير واحد شانجمون. هذا نقدر نكتبه على هذا الشكل او او واحد ام يعني ندير شانجمون من روبير روبير على دي دو تي ار واحد زائد اوميغا فيكتوريال او واحد ام. اوميغا هنايا هي ما بين ار و ار واحد. واش هاد الروبير ار واحد كيدير شي غوطاسيون بالنسبة لار واش كيغير الاتجاه؟ دونك لقينا باللي دي دو او ام على دي دو تي بالنسبة لار يساوي دي دو او او واحد بالنسبة لدي دو تي على ار زائد دي دو او واحد ام قلنا هادي حولناها رجعناها ار واحد زائد اوميغا نتاع ار واحد بالنسبة لار فيكتوريال او واحد ام تا اوميغا راه فيكتور. دونك هنا نشوفو هذا دي دو او ام بارابورا ار. ار هي الاوريجين تاعها هو او هذا هو ما يسمى فيتاس ابسولي نتاع لو بوان ام يساوي هذا فيتاس نتاع لوبير اللي كيتمشى بالنسبة لوبير اللي راه فيكس يعني الفيتاس نتاع او واحد زائد هذا او واحد ار واحد يعني الاوريجين تاعها هذا هو الفيتاز رولاتيف نتاع لو بوان ام زائد هاد لو تيرم نخليه. هادشي اللي غادي نلقى. دونك نعاود نكتب هاد الفيتاز ابسولي يساوي الفيتاز
relatif زائد الفيتاس دون انترينمون. وشنو هو فيتاس دون انترينمون؟ فيتاس دون انترينمون هو هذا زائد هذا، هذه الكمية كاملة كنسميها فيتاس دون انترينمون. دونك هذا هو لا لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس دي فيتاس. فهاد لوكا هادي اختارينا باللي انه الروبير نتاعنا والروبير الثاني ما راش غاليليان. لو كان كان غاليليان يعني هاد لو تيرم هذا يمشي لزيرو، ما غاديش يكون عندنا لا فيتاس دون انترينمون، غير هاد لو تيرم هذا ماشي هذا، هذا كيبقى دونك هذا يمشي لزيرو. الوغ هنايا لقينا لا فيتاس، دونك خصنا لاكسيليراسيون. دونك بلا ما نضيعوا الوقت، لاكسيليراسيون غادي ديروا شي كالكيل تلقاو بلي لاكسيليراسيون ولا نحسبوها معليش واخا. دونك نديروا واحد بتيت بوز ونعاودوا نرجعوا نحسبوا لاكسيليراسيون.